رمضان نقدر نجيب وليداتي ونجيبهم حتى قرب الفطور ان شاء الله، وغادي نمشي مع هذيك الاربعه ولا الخمسه يمشي بحاله الانسان. حنا ما نقدروش نجيو في رمضان البحر واخا يكون الحراره مفرطه، ما يمكنش نجيو لاننا حنا في بلد اسلامي، حنا مغاربه ما يمكنش نجيو للبحر. البحر يعني ماشي مانع بالنسبه لشهر رمضان بالنسبه للوليدات، ما عند الاباء ما يديروا، ضروري خصهم يجيبهم، فهمتي؟ لان المتعه ديالهم كتبقى يعني من رمضان ومن غير رمضان. كنفضل نجي البحر قبل من بعد الفطور، حيت قبل من الفطور كيكون شويه صعيب الحال، اللهم من بعد الفطور كيكون بنادم مرتاح ويجيب شي ديفو ولا شويه. جو بونس با تو سامبلومون باسكو جي بير دو مفير اغريسي بار لي جون كي سون انتي بيرسون كي زبان بوندون رمضان. ما نقدرش نجي للبحر حيت كنكون صايمه، وحيت المغرب بلد اسلامي ما نقدرش نجيو للبحر، وخاص واخا الصهد واخا كلشي ما خصناش نجيو للبحر. بالنسبه لي انا يا البحر يعني يمكن الانسان يديرو في الصيف من غير الوقت ديال رمضان، ويستغل رمضان في الامور اللي هي العباده وديال الدين، وهذا هو رايي ديالي. انا شخصيا ما نجيش للبحر يعني في رمضان. انا كاع ما تنجي للبحر في رمضان حيت كاين الصهد وتجينا العطش، وانا بغيت نصومو مزيان هذا رمضان ديال هذا الشهر. خصنا نجيو في ساعتين قبل بحال هكاك باش نحيدو العياء، باش تحيد عليك لو ستريس، تقدر دوز النهار بخير وخير على خير. Notre corps a besoin quand même de respirer, de se rafraîchir, c'est tout à fait normal et ça n'a aucun impact sur le fait de jeûner. Parce que la morale du jeûne, c'est une chose, et s'occuper de son corps, et s'occuper de son esprit, de son état d'âme, ce sont deux choses très différentes qui peuvent aller ensemble et dans le même sens. Ramadan, غادي نجي قبل الفطور، نتريني شويه، نلعب كره مع الدراري، ونطلعوا ندوشوا، نفطروا مع راسنا. رمضان مبارك.